Thank you.
ومن يطعم فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار. إخوة الإيمان، لا زلنا مع الأواب التواب، التقي النقي الطاهر الحليم، عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين، وخامس السابقين الأولين، ذو النورين، وصاحب الهجرتين، والمصمد إلى القبلتين، رضي الله عنه وأرضاه. وكما قد سلف معنا النبي عليه الصلاة والسلام أكرم عثمان بثنتين من بناته. يبشش النبي عليه الصلاة والسلام البنت الأولى أم كلثوم فتوفيت فزوجه الثانية، فتوفيت فقال له لو كان عندنا أخرى لزوجنا لها. فهو رحيم النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، وله نسبت به مرتين، فهنيئا له من السعادتين والحسنتين. تعلمنا من عثمان في الخطبة الماضية، تعلمنا منه الحياة، فهو أستاذ الحياة وشيخه في الأمة بلا منازع، أشد أمة حياة عثمان بن عفان. كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عائشة، ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة؟ وسام من سيد الأنام لو لم يخطب عثمان من الدنيا إلا بهذه الشهادة لكفته نبلا وفخرا في الدنيا والآخرة. ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة؟ وتعلم النبي عثمان البذل والعطاء والسخاء والكرم والإنفاق في سبيل الله، الكرم والجود الذي ليس له ثمن. فقراء المدينة والأرامل واليتامى ارتووا من كرم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. اشترى بئر روما بأغلى الأثمان وأطلقها في سبيل الله يستسقي منها أهل المدينة، وجهز جيش تبوك بأكمله رضي الله عنه وارضاه 30,000 هذو يعتقز أخذ البيت في الصحراء والصحراء، فجهز عثمان الجيش بأكمله رضي الله عنه وارضاه. ومع الكرم والسخاء تعلمنا أيضا من عثمان حب القرآن. عثمان الذي روى لنا الحديث الخالد: خير في من تعلم القرآن وعلمه، كان يختم القرآن في أركان. فجمع عثمان بين حب القرآن وحب الإنفاق في سبيل الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في البخاري ومسلم: لا حسن إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقول به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل
أحسنت ليلة يولا يجي انتصار بالطبعان يتلوه أنا في الليل وبالنهار، ويجي انتصار بالمال ينفقه في سبيل الله بالليل والنهار. فعثمان جمع الخصلتين وجمع الصفتين، فكان يقول حبب إلي من الدنيا تشعشع في الدنيا، إطعام الجوعان وكسوة العريان وتلاوة القرآن. عثمان عفان طموحات ومحاب عثمان، وماذا يريد عثمان في هذه الحياة؟ يقول كسوة العريان وإطعام الجوعان وحب القرآن. أكيد حجز الدنيا رضي الله عنه. فهذه الدروس تعلمناها من عثمان في الجمعة واليوم نكمل المسيرة حول سيرة هذا الرجل العطر العبد المليئة مليئة. عثمان بن عفان لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة للهجرة ذهب إلى مكة يريد أن يعتمر وساق الهدي عليه الصلاة والسلام. هل تعلمون أن أعظم بيعة في التاريخ، أعظم بيعة والتي سميت ببيعة الرضوان، كان مطرها عثمان بن عفان؟ سببها عثمان بن عفان رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة للهجرة خرج يريد مريضا يغسل يد عمر وساق الجنة، فعلم قريش الخمر فقالت إنه لن يدخلها علينا عليها، فتجهزوا للقتال وأرادوا أن يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فتوقف النبي عليه الصلاة والسلام من عند الحديبية على مشارك من الحرمتين الدينين، وبدأت قريش ترسل الرسل لتنذر النبي صلى الله عليه وسلم بأسها. سكت جنون، فآخر هذه الرسل أو ما قبل الآخر عروة بن مسعود الثقفي لما جاء ورأى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، ومثل سعر إزراء العجب العجاب بحب الصحابة للنبي، إزراء الصحابة إذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام واستنشق واستنخر يتصارعون ويتقاتلون أنهم يظهر بنخامته عليه الصلاة والسلام فيكذبها عليه النبي، إزراء العجب من الصحابة. والصحابة في زمن الاستعمال رجلوا بين عارف. فلما عاد إلى قريش لقد دخلت على كسرى في ملكي، ودخلت على قيصر في ملكي، ودخلت على النجاشي في ملكي، فوالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمد. الناس عم أصلا نفسهم ملك، تعظمت ردك النص أبشناوي الصحابة عظموا النبي، وما رأيت ملكا يحبه أصحابه مثل ما رأيت أصحاب محمد يحبون محمد فوالله لن يسلموه أبدا. والله بس يستغفر الله. قالوا رأيكم فبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل سفيرا ومفاوضا بشأن قريش، لأنه لم يأتي محاربا ولا مقاتلا ولا غازيا وساق الهدي ليبين له. فأرسل قريش قريش بن أمية الخزاعي صحابي سفيرا قريش، فعقر ناقته وكاده ان تقتله لولا ان الاحابيش خلصوه من بين يديه والبطن. فلما عاد الى النبي عليه الصلاه والسلام اخبره بالخبر، فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يختار رسولا اخر يختار الصحابي من الذي سكت، فقال خذ يا عمر بن الخطاب من اشد الناس عداوه وبغضا لقريش. مرة قريش تعتبره عدوا لها لأنه نجم منها، فقال له يا رسول الله إنك تعلم بغضي وعداوتي لقريش وليس عندي من يمنعني فيها، ولكنني سأدلك على رجل الناس الشمس في الجن ليس يصلح لهذه المهمة. من هو هذا الرجل؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. من يبين أن عثمان كان له مكانة في قريش كبيرة، وكان محبوبا ومألوفا، وكان سخيفا وكريما ويعطي ويدفع حتى في الجاهلية، وحتى كان مليحا يملأ العين مهابة وجمالا وصباحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان وعثمان لم يتردد برهة
عشان لحظه وخيس انه قد يعود حيا او ميتا او مستشهد تقتله قريش، لكنه انطلق ليلبي امر رسول الله عليه الصلاه والسلام الاستجابه. وانطلق عثمان الى قريش، فلما دخل وحدثه بما يريد النبي عليه الصلاه والسلام وانه ما جاء مقاتلا ولا غازيا وانما يريد العمره، امسكوا به الاحبه والاقارب والاهل واصحابه وعلامه من عند لي تتيمر، وحتى قالوا له لو اردت ان تطوف من بيت بين الصلاه والكعبه فاستوصف ان تطوف طوف، لكن هذا الرجل المؤدب تربى على يدي الرسول عليه الصلاه والسلام. إن أسباب قلت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أسباب قلت النبي عليه الصلاة والسلام أن طوف سكريس أن يطوف عليه الصلاة والسلام. فحتى هيئته تغير، حتى لباسه تغير، لم ليس عثمان الذي عهدوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صار جيلا جديدا ورب أمة جديدة. فأمسكوا بعثمان لقبله من كثرة قتله، وشاع الخبر عند النبي عليه الصلاة والسلام بأن عثمان قتل. انتشر الخبر والصحابة بأن عثمان قام غيظ قريش وقتل، قامت قتيلة، انتهى الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قام الصلاة جماعة، اجتمع الصحابة الآن، نحن على موعد مع أعظم بيعة عرفها التاريخ، بيعة بن عدوان التي سجلها القرآن وخلد ذكرها الرحمن ورضي عن اصحابها جميعا. اجتمع الصحابه لكي يبايعوا النبي عليه الصلاه والسلام على الموت. الان قتلنا نفر مكه ونقاتلها، وخلنا نقاتلها، من قتل عثمان فنقتل على رجليه. المنقبه عظيمه لعثمان. فاجتمع الصحابه يبايعون النبي عليه الصلاه والسلام، وجاء سلمه بن الاقوع فبايع النبي عليه الصلاه والسلام في الاول، ثم بايعه كثير من الصحابه، ثم قال يا سلمه بايع، يا رسول الله فبايعت، نصف ما تتهنى، لان سلمه كان شديد البعث، سلمه بن الاقوع بعد بن القصص عجب عجب، كان يسعد الوجدان والارانب، سرعه فائقه، وكان شديد البعث، لذلك النبي عليه الصلاه بايعه في الاول، وبايعه في الوسط، ثم هم يرون يا سلمه بايع، قال بايعت يا رسول الله، يسلمه مره اخرى، بايع مره اخرى. فلما انتهت البيعة يسير النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد مثل هذه يد عثمان، وأمسك بها على يده وضرب بها على يده، فيقول أنس بن مالك فكانت يد رسول الله لعثمان خير من عينيه من المسلمين. اقرأ اشتعلت ريح المنقبة عظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يبيع بالشمس. هذه البيعة نزل على إثرها جبريل، لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وكان الله نصر عظيم وفتح عظيم في هذه البيعة، سببها وبطلها من كان؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بعد أن بشره في الجنة، يبشره بالشهادة، والحديث عند البخاري والترمذي. يقول أنس صعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر، يصعد النبي عليه الصلاه والسلام على جبل، جبل احد، جبل عظيم رأسه وزلفاه في الارض وزلفه في السماء، فيهتز الجبل ويرفعه، يهز اذراعه يهز والجبال اهتز لمبعثه عليه الصلاه والسلام، الارض العالم اهتز لمبعثه عليه الصلاه والسلام، حتى يقول النبي عليه الصلاه والسلام جبل احد يحبنا ونحبه. سبحان الله العظيم، حتى الجبال سبحان من بايز حتى بين الجبال، فمنها من يحبنا ونحبه ومنها من يبغضنا ونبغضه، تزي الجبال العجب العجب. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام الجبل احد يحبنا ونحبه، ومن قعد النبي عليه الصلاه والسلام ضرب الجبل بيده قال له اثبت احد، نبي الان يستغرق السنه اثبت احد،
فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. الصدق حقيقة دليل عظماء العالم، أحسن أربعة في العالم وأفضل أربعة في العالم. بس إنما عليك نبي رسول الله وصديق أبو بكر وشهيدا عمر وعثمان. فنبشر عثمان في هذا الحديث الشهادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين. عليه أفضل الصلوات والتسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ثم في الختام، لأن الوقت لا يرحل ويمر بسرعة، ختام مسيرة هذا الرجل العظيم، وأعيروني قولي ونسمع في هذه الدقائق المتبقية حتى نعلم أن هذه الحجة هي صدر الصدق، لأن فيها مغالطات وفيها شبه تنشر ويراد بها الباطل. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في آخر حياته قامت شدة عظيمة، مستمرة وفتوحات عظيمة. الإسلام والحمد لله كان شر من الموتورين ومن أهل الفتنة، فقامت فتنة عظيمة قتل على إثرها عثمان بن عفان. تولى كبر هذه الفتنة رجل يهودي وقال له عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام الملقب بابن السوداء، إذ هو اسم كذب ومقل اليهودي معروف أهل الفتنة، كلما أوقدوا نارا من الحرب أطفأها الله. ولي النظر شف الدجال لعالم سيدنا هو مستغيث أولئك الخوف. وذكر الربع العربي هذا الخراب العربي والجمال وخوف الحشوش الإنساني. يقوم هذا الرجل بغير بدأ يذهب إلى الأنصار في المدينة، أنصار يزرع المدينة، استخبر الخراب في خوف وجهاء ومكر، يزرع المدينة المجهولة، يشوف الصحابة، يزرع الخليفة، ثم انطلق إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى الشام وإلى مصر، ينشر رسومه لبيت شاشة الخضرات وجه أكاذيب وخرافات وأباطيل. والقرص أول حديث من سيدنا رسول الله إعلام أن عليا وصي ورسول، لكل نبي وصي وعلي هو وصي ورسول. القرص في الشك في الشك يطعن في خلافة عثمان، القرص القرص لم يصح الخلافة ووثب على المعلم لقصة قصة الخلافة وجبه وأخذ الحق من صاحبه. القرص قال الحق في حق الخلافة علي بن أبي طالب. بدأ ينشر حديث صديق وبدأ ينشر أكاذيب وأباطيل بطبيعة الحال في كل وقت في يومين سنة في تلك الأرض بخلاف عقول الجهلة تراخى سنة في الألعاب. أنت اسمع ماذا يروح إلى الأماكن البعيدة لقرى البعيدة، روح البصرة تخلف القرى النائية في مصر والشام، اسمون يجي الشر في الموتورين والمفتونين يسخن عيثم بشر الكل انقلاب عثمان بن عفان. ولكن الناس من خطة ما كان الناس تظاهروا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتظاهروا في أرضنا نريد لقاء الخلاف لنشر تفاوتهم بعض الرومان. الناس ينفون عن الثورة والانقلاب الإدارة، فاتفق لما يروح على مصر لأن مصر إلى الكوفة استقام هو في المنبر قديم المدينة، فجمع 3000 اسمه 3000 زي جهل يعني أصحاب الفتنة، ويختار الوقت، اختار الوقت المناسب. من يغمر هذه المدينة؟ والأغلب من الصحابة صمد البعوث والمغازي والغزوات، ومنهم من كان خرج إلى الحج كحج بيت الله الحرام، فالمدينة قبل جلوس الصحابة استغل هذا الوقت، جاء ب3000 إلى المدينة. عثمان بن عفان يعطش خبر، أرسل رسولا ليستخبر الخبر، فعلم ان هؤلاء مسرتين حوله، وليكن امر معروف ولا نهي عنك وسلم اما لخير ولا او لخير. وسيد اما تلبس الخليفه لها دخلوا المدينه يعني وسبين شهر هذا من طبعهم والمال. فخرج عثمان بعد ان علم بخبرهم صعيد المنبر، واحضان لرميه صعيد المنبر وحمد الله واثنى
ثم بين لنفسه الشبه التي اثاروها على الله لخالق يحز الدين بالشبه يسقى الحلول فالندم ان الناس انهم يقولون عني باني جمعت القران في كتاب واحد بعد ان كان صحيفا وما فعلت الا ما فعله صاحب ذلك ابو بكر وعمر ويقولون عني انك قد احميت الحمى ما معنى احميت الحمى يعني تقومت بالخيالات وتقوم بالخصر وتوسعت في المشاريع والمزارع وكذا فيقول عثمان بن عفان والله لا والله انهم لن تعلمون انه ما كان احد اكثر مني بعيري وشاة قبل ان اتركها السنه الماضيه لانه كلفت من الخلافه ولمشي الجن ما سيشتروه من يرغبن يعني طوال المسافه بس وانتم ترون اليوم ما لي بعير ولا شيء وصلنا قلت في وقت غريبة وأنا قبل البعير ولا شيء وما لي إلا بعيرين من الحج هذه سيد الثاني أخبار جبريل قالوا بأنه كان يولي أقرب قلنا خفي بأنه ضمت للخلافة توظف للنهر من يمشي للهج للأقارب يمشي للهج للأقارب تحبهم وتؤثرهم كذا وكذا الناس أنا إن حبي حب الأقرب من الأهل هو الطبع للإنسان أي من يحيط حبا بأهله الناس ولكن حبي لهم لم يملني على أن أظلم أو على جهل وأقمت حقوق الله فيهم وأما عطائنا الذي يغرس في الشهر فمن مال خاص الناس والله إلى يومنا الناس إلى أم هرم عن مصر الصف في بني سليم والله ما أكلت من مال المسلمين وإنما آكل من مال الخاص وخطوة الخليفة وسحقة في سمان خلافة ولكن ما أكل في سن واحد ولا درهم الناس إنما ذكرت للخلافة وأنا آكل من مال الخاص وإن كان تشريع الشبه بعدها نزل عثمان وظن أن هذه فتنة طفأت في الوجود ولكن هؤلاء الإخوة ما جاءوا ليأمروا بالمعروف وما يريد من الله من دار الاخره وانما اصنيع غلط يجي الشر فتظاهروا انهم خرجوا من المدينه فرز المدينه واتفقوا على ان يعودوا اليها لصافي وفرغ المدينه سلموا دين المدينه درسنا الوضع في المدينه التي اتخيلت من المدينه المسانيد والنظاره في الصباح الاخر اصطبح المسلمون على هؤلاء المفتورين والمفتورين وقد دخلوا شوارع المدينه باسلحتهم المدججه وحاصروا بيت عثمان من ضمن سيد الدار عثمان هم ثلاثه غزوات من ضمن سيد الدار عثمان منعوا عنه الاكل والشراب والزياره ولم يراعوا حرمه ولا حرمه مدينه رسول الله ولا حرمه صحابه رسول الله عثمان بن عفان في تلك الليلة يرى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث والأثر صحيح عند الإمام الطبري بسند صحيح يرى النبي عن سيد المنام فقال له إنك تفتر عندنا غدا يا سيدي عثمان أخي الشام رضي الله عنه السلام فعلم عثمان أن يعني وخسي حاصل هذه المدينة التي أن أحياها السن فأصبح صائما هو في عمره الثاني 83 تقريبا لم يكن قبل الزياده 82 سنه طوال شيخ وقوة فاصبح صائما والمصحف منشور بين في عينه بين صحبك واقبرته وزر خساف عنك وارادوا ان يقتلوا في سبيل الله دفاعا عن عثمان ولكن اقسم عليها الناس ولي غير حق طاعة علي لا يحمل شيء الناس إني أريد أن ألقى الله عز وجل وليس في عنقي قطرة دم لامرئ مصيب هذا الورع والحياة عثمان والحلم الناس وخص وزخص رب العالمين وفي عنقي قطرة دم لامرئ مصيب ويفكس ولدي جسي فنشر المصحف في ذلك الصباح فدخل عليه أحد هؤلاء الثمار النافع عليه من الله من سحر إن قلت لنا من عثمان فنزل إليه ودخل على عثمان وكان في يده حديدة فضرب عثمان في رأسه وركل المصحف من رجله كفى هؤلاء الزنادقة يريد أن يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الله ويبلغ الله ورسوله وزار الأخير. فركن المصحف فاستدار المصحف بإذن الله ورجع بين يدي عثمان. فصاحب كم يقول الإمام ابن كثير ثبت أن أول قطرة من دم عثمان سقطت على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله يقول بعض السلف لأن سعد بن أبي وقاص سمعنا سعد بن خالص النجع الذي قال في رسول الله اللهم سدد رؤيته وأجب دعوته. سعد بن أبي وقاص وأنا سلف ويا رسول الله انهم لعثمان يا ابي فاشل اسلام بحالي نسال الله ان يهديهم وهم وخذهم والله يقول بعض السلف والله لقد ندموا جميعا وقتلوا جميعا وان مشرك الجيش بجميع تعاليك كلهم قتلوا مارين يحضر الدرج من يحضر في عثمان الى شموس المار مقتولين عخصنا سعد بن سعد وقاص وخلق خلق فيهم قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قطر الدم من عثمان يختلط بالقرآن لأن هذا القرآن كان قد اختلط قبل بقلب عثمان. جرحان في كبد الإسلام من تأمى جرح الشهيد وجرح في القتال دمي. يقول حساس بن ثابت شاعر وأشعر ضحوا بأشمس عنوان الجهود به يقطع الليل تسبيحه القرآن. يقول ضحوا بأشمس يعني برجل شاب رأسه في الإسلام ضحر بأشمر عنوان السجود به ملامح السجود وأثر السجود على وجهه أو نور القرآن ونور الصلاة على وجهه كيف يقتل هذا الرجل وكيف يعتدى عليه. ضحر بأشمر عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. فرضي الله تعالى عن عثمان وألحقنا به في الخالدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مسيرة على سيدنا محمد. اللهم اجعلنا على نهجنا وعلى طريقته وعلى سنته واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم ارزقنا مرافقته في جنات النعيم. اللهم ارزقنا مرافقته في جنات النعيم. اجل اخي تارك الدعاء بوالده نسال الله عز وجل ان يفرج كربه. اللهم فرج كربه اجعلهم من ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقهم من حيث لا يحتسبون. كذلك رجل خليك البلاء ان شاء الله تعالى الاخبار بالنسبه للجمعه دي ان شاء الله تعالى. أبشر ما يخرج من الصلاة خاصة يجلس في المجلس.